ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر، في الحزن كن يواسيه. عونا للناس دوما. ان انا بحاول ان انا احل المشكله دي. ويعني ايه ديزاستر ريكفري؟ ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه ديزاستر ريكفري؟ وايه الفرق بينها وبين البيزنس كونتريتي؟ واخر حاجه خالص هنتكلم على البيزنس امباكت اناليسيس. طيب العالم دلوقتي تحول بشكل كبير جدا ناحيه التكنولوجي، بقى كل حاجه تكنولوجي. يعني حتى انت في حياتك الشخصيه هتلاقي في بعض الاشياء اللي انت بتتعامل بيها، لو الانترنت او الانفورميشن تكنولوجي او الحاجات دي كلها وقفت انت كده خلاص. يعني كم واحد فينا معتمد في حياته اليوميه على الواتساب؟ كتير كلنا ما شاء الله. يعني ممكن الواتساب ده يكون بياخد من حياتنا اكتر من ما بنقعد مع اصحابنا وعائلاتنا. بالظبط، لان الواتساب اصلا دلوقتي بقى حاجه اساسيه. الفيسبوك، الميلز، انت ينفع تتخيل شركه او مؤسسه من غير ايميل؟ مش ممكن. كان زمان لو احنا كنا اتكلمنا ممكن الشركات ما تبقاش عندها حته الايميل، ان يبقى لازم يكون في ايميل موجود للشركه. بالعكس كان بيستخدموا ياهو وهوت ميل ويبدا ان هو يبعتوا لبعض عن طريقه. دلوقتي خلاص لازم يبقى الشركه عندها ايدنتيتي وعندها ايميل موجود. فتخيل في 60 ثانيه اللي هي دقيقه يعني بيبعت 3.3 فيسبوك بوست مثلا على فيسبوك. ايميل بيبعت 149513 ايميل، بيبعت 500,000 ابلود لفيديوز على اليوتيوب. كل الحاجات دي هو انا مش ممكن يكون في حد قاعد متربص بالكلام ده كله عشان يبدا يستغل ويعمل اتاكس عليا؟ ممكن واحد يستغل الايميل دوت ويبدا ان هو يجيب البيانات دي او الايميلز اللي رايحه من الشركه الفلانيه للشركه الثانيه عشان يبدا يستغل البيانات دي في اي طريق، سواء ان هو يهدد الشركه ديت، سواء ان هو ياخد مجموعه من المعلومات اللي تفيده هو كهاكر. وده هنتكلم عليه في انواع الهاكرز مع بعض. فبالتالي الانفورميشن تكنولوجي او الانترنت او كل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دي، هي رغم ان هي حاجه كويسه بس فتحت مسارات تهديدات ومسارات ريسك، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان بقى في مخاطر. المخاطر ديت لازم ان انا اعالجها. طيب السكيورتي كونسبت اوفر فيو. طب انا النهارده جيت داخل الشركه او المؤسسه بتاعتي وعايز اعمل سكيورتي كونسبت صح، عايز اسس ان الشركه بتاعتي تبقى زي ما بيقولوا 100% سكيور. وان كان الجمله ديت غير صح، ان كان جمله 100% سكيور دي غير صحيحه، ولكن هنفترض ان احنا بنقول الكلمه ديت بشكل كذابي كده او بدائي زي ما بنقول. انا بمنتهى البساطه عشان اعمل الموضوع ده لازم يبقى عندي كونسبتس. الكونسبتس دي بتتلخص في ثلاث حاجات: الافيلابيلتي، وهي مبدا الاتاحه، ان كل الريسورسز اللي موجوده في الشركه عندي تبقى متاحه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بدون اي مشاكل. بمعنى النهارده لو كان دخلت الشركه بتاعتي ولقيت ان مثلا الانترنت مش شغال، هل هيبقى في كده افيلابيلتي؟ لا طبعا. كده انا اضريت جزء من اجزاء السكيورتي وهي جزء الافيلابيلتي اللي هي الاتاحه. طب الاتاحه دي لاي حد؟ يعني انا اي حد موجود في الشركه يقدر يطلع على البيانات اللي موجوده داخل المؤسسه؟ لا، الافيلابيلتي هنا بتقول الاتاحه لمن هم مسموح لهم في ان هم يكونوا موجودين ويستخدموا الريسورسز الخاصه بالشركه. فالافيلابيلتي هنا الهدف منها اتاحه لمن هو مسموح ليه. علشان كده بنقول ان هو جزء الانفورميشن سكيورتي اللي هو الافيلابيلتي. تاني جزء هو الكونفيدشناليتي، اللي هو عدم الافصاح، او ان انا ما يكونش عندي افصاح لغير الاشخاص اللي هم مسموح بيهم برضه. بمعنى النهارده الايميل بتاعي هل مسموح لكل الناس ان هي تبص اليوزر نيم والباسورد بتوعها على الايميل بتاعي؟ لا، يعني المفروض الايميل بتاعي ليه يوزر نيم وليه باسورد وانا الشخص الوحيد اللي اعرفه. ابن الادمنستريتور، الشخص اللي هو مسؤول عن تشغيل الايميل او تشغيل ال
تسجيل الايميل بتاعي، هل الادمنستريتور داخل الشركه المفترض يكون عنده اليوزر نيم باسورد بتاعي؟ يعني انا النهارده لو داخل الشركه ونسيت اليوزر نيم باسورد بتاعي، رحت رايح للراجل الاي تي قلت له بعد اذنك اديني اليوزر نيم باسورد بتاعي، هيقول صعب ممكن صعب ليس صعب التسجيل، ان هو لو عارفه يبقى كده في اضرينا ركن هام جدا هو ركن الكونفيدشناليتي اللي هو عدم الافصاح او ان الحاجه دي ما تكونش اي حد يعرفها غير الشخص المسؤول عنها. ثالث حاجه وهي عندنا وهي الانتجريتي. كلمه انتجريتي باللغه العربيه يعني سلامه او سلامه البيانات. بمعنى انا النهارده بعت ايميل، احنا عاملين نضرب مثال على الميل. لو عايزين نضرب مثال تاني ممكن نضرب مثال تاني، بس الميل افضل حاجه. لو انا بعت النهارده ايميل لزميلي اللي في نفس الشركه او لزميل ليا بس في فرع تاني من فروع الشركه بتاعتي، المفترض الميل بتاعي يبقى طالع بنفس المساحه، نفس البيانات، نفس كل حاجه. لو طلع ومتزود عليه حاجه، يعني متزود عليه كاركتر زياده، هل ده من الانتجريتي؟ لا، لان انا في منتهى البساطه بعت ايميل سيد المهندس محمد، رحت بعت له ايميل وقلت له هاي مثلا، حد راح حاطط كود اضافي اللي هو مثلا هاي نو او هاي دو، فبالتالي الراجل دوت حط شغل ان هو كلمه بسيطه جدا لكن عملت تفعيل لكود خلى الراجل دوت اول ما هيجي له ايميل يبدا ان هو يعمل لوبنج للايميل ده، فبالتالي ممكن يكون في جزء اتاكينج او هاكينج عليه، فبالتالي لان هو اضر سلامه البيانات، فبالتالي المفترض ان انا بعته هاي يوصل له هاي بس، ما يوصلوش اعلى من كده ولا اقل من كده، والا تكون الانتجريتي اصبحت فيها مشكله. طيب ايه الحاجات اللي بتضر الثلاث اركان اللي احنا اتكلمنا عليهم دول؟ مبدئيا الافاليبيليتي، اول حاجه طبعا ان انا يكون عندي مثلا دينايل اوف سيرفيس. يعني ايه؟ كلمة دوس أو دينايل أوف سيرفيسز ديت معناها إن أنا بمنتهى البساطة مش عايز أخش على البيانات الموجودة داخل الشركة ديت. يعني الشركة ديت عندها مثلا سيرفر، السيرفر دوت في جميع البيانات داخل الشركة، أنا مش عايز بيانات من الشركة دي خالص ولا عايز أخش عليها، فهستغل ثغرة معينة بحيث إن أنا أوقع السيرفر ده. هل أنا كده كأتكر استفدت أي حاجة؟ استفدت حاجة؟ هو انا ما خدتش حاجه فعليه، لكن استفدت ايه؟ ان انا وقعت الشركه، ضريت الشركه دي، فبقى كده اسمها دينايل اوف سيرفيسز، فاضريت ركن الافيلابيلتي. رغم ان انا ما خدتش اي بيانات من الشركه دي، لكن اضريت الشركه ان ركن الافيلابيلتي او السيرفر اللي موجود عليه معلومات كل الموظفين بيخشوا عليه دلوقتي خلاص مش موجود. داون صح. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الشركه اتضرت، ولكن الضرر بتاعها ضرر في ركن الافيلابيلتي. فاذا لازم ان انا اعمل مجموعه من الحاجات عشان تضمن ما يبقاش في دينايل اوف سيرفيسز. حاجه ثانيه مهمه جدا ممكن احنا كاي تي او الديزاسترز الكوارث، مش ممكن انا اكون في مكان مثلا ولا قدر الله حصل سيول، هل البشر او الانسان ليه تدخل في هذا الامر؟ دي حاجه طبيعيه، حاجه ربنا اراد ان في الوقت ده يبقى فيه سيل، فبالتالي ادار الداتا سنتر بتاعتي اللي فيها كل السيرفر بتاعتي. انا ما كنتش مقدر ان المفروض يكون موجود حاجه تحمي الداتا سنتر بتاعتي من السيول، فبالتالي اضريت جزء الديزاستر، اضريت جزء الافيلابيلتي عن طريق الديزاستر. فبالتالي الناس بدأوا يقول لك طب خلاص احنا عشان نعالج الموضوع ده لازم يكون في مجموعه من الحاجات اللي تبدا ان هي تحل لنا هذا الامر. اول حاجه الفيزيكال بروتكشن، ان انا السيرفر بتاعي بدل ما يبقى سيرفر واحد لازم يبقى فيه ايه؟ كلاستر او باك اب او ريدندنت، فبالتالي يبقى انا هعالج الموضوع دوت، فلو حصل السيرفر دوت وقع يبقى موجود البديل بتاعه. تاني حاجه ان انا مثلا يكون عندي الترا سايز، يعني عندي داتا سنتر ده طبعا بيزد على الكريتيكاليتي او اهميه البيانات او البيزنس بتاع الشركه دي. لو انا قلت عندي الترا سايز، يعني السايت الاساسي بتاعي مثلا في جده او في الرياض، يكون عندي سايت مثلا في دبي، حتى لو كلاود مش لازم يكون سايت بتاعي حتى الكون بتاعي، لا هنتكلم عليه في حته الديزاستر ريكفري. ازاي ان انا اضمن ان البيانات حتى لو انا او الداتا سنتر بتاعتي او لا قدر الله في اي ديزاستر تضمن ان هي يكون موجود ليها البديل بتاعها او الكلاستر بتاعها
او الريدندنت بتاعها بحيث ما يحصلش اي داون تايم للافيلابيلتي. طيب ايه الحاجات الثانيه زي الكونفكشناليتي؟ الكونفكشناليتي دي يعني هي دي حته الاتاكرز او الهاكرز او الشخص اللي بيبدا ان هو يلعب علشان ياخد كل البيانات الموجوده جوه الشركه دي ويبدا ان هو يستغلها بقى، سواء ان هو يضغط على الشركه بيها او ان هو يبيعها او ان هو يديها للكومباكترز مثلا او المنافسين دي في نفس السوق. اول حاجه عشان اعمل الكلام ده لازم اعمل الكريبتو اناليسيس، يعني انا النهارده مشفر البيانات بتاعتي كلها مخليها 100% انكريبتد، يعني ما ينفعش حد يخش عليها. فانا عشان اقدر اخش على البيانات دي لازم ان انا اعمل حاجه اسمها كريبتو اناليسيس، ابدا احلل الانكريبشن الموجود ده كله واشوف بنستخدم ايه انكريبشن وابدا ان انا احل معادله التشفير دي. فبالتالي اول لما انا احل معادله التشفير دي هيحصل ايه؟ خلاص هاخد الكلير تكست او البيانات اللي هي قبل التشفير وابدا ان انا ابيعها او ان انا اهدد بيها الشركه او ان انا ابقى حققت يعني حاجه ليا. ما هو طبعا الهاكرز مش بس لازم يكون في فلوس او حاجه زي، ممكن يقول انا عملت حاجه زي كده ويحطها في السي في بتاعه ان هو بلاك هاكر والراجل حط ان هو خد البيانات بتاعت الشركه الفلانيه وطلعها. تاني حاجه اللي هي الاسبوناج او ان انا ابدا اعمل تجسس او تصنت على الشركه. طب مش ممكن يكون التجسس دوت عن طريق حد عن طريق تليفون؟ يعني مش لازم يكون هاكر؟ مش ممكن يكون شخص حاطط مثلا تصنت عن طريق سماعات او حاجه زي كده موجوده في مكان من الاماكن الموجوده في الشركه، فبالتالي هياخد البيانات اللي هي مسموعه ليه، فبالتالي ابدا ان انا ابيعها. فبالتالي هنا بنتكلم على جزء ممكن يكون مش لازم يكون هاكر، ممكن يكون شخص عادي بس معاه بيانات بيستغلها عن طريق التصنت او التجسس. طب انا اعمل ايه بقى عشان خاطر اضمن ان الحاجات دي ما تحصلش؟ اول حاجه انكريبشن، لازم اكون عامل انكريبشن او تشفير لكل البيانات الموجوده داخل الشركه. يعني ما ينفعش اكون باعت ايميل لشخص موجود فيه كل البيانات الخاصه بالشركه زي مثلا المكاسب بتاعه الشركه في ايميل كده بدون ما يكون فيه تشفير، الكاستمرز بتوعي بدون تشفير، كل الحاجات دي لازم تكون مشفره بشكل كامل علشان ما تروحش بدون ما تكون مشفره، وبالتالي اي حد ممكن يستغل عدم التشفير دوت. وهنا انا بتكلم مش بس على الاجهزه بتاعتي داخل الشركه، الموبايلز ديت وانا مش الموبايل بتاعي ممكن يتم اختراقه واخد كل البيانات اللي موجوده في الايميل بتاعي. بيحصل واكتر حاجات الشركات بتتاثر بيها حاجه اسمها البي واي او دي اللي هو برينج اون ديفايس، تلاقي كل الناس جايين باللابتوبس بتاعتهم بالموبايل بتاعتهم وكل حاجه موجوده عليها. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الاتاكر بدل ما يهاجم الشركه اللي هي عامله سكيورتي كبير وحاطه فاير وولز وحاطه حاطه حاطه، طب انا ليه؟ انا هاجم اليوزر اللي هو عنده على الموبايل بتاعه كل البيانات بتاعت الشركه، ويا سلام لو اليوزر دوت راجل شغال في الاي تي او ادمنستريتور. طب انا كده خدت اللي انا عايزه بالظبط باليوزر نيم بس بدون. فبالتالي لازم يكون في انكريبشن لكل البيانات بتاعتي. لازم يكون في اكسس كنترول. مين يخش يعمل ايه امتى وازاي؟ الاكسس كنترول زي انا النهارده لو داخل بالباب دوت، الباب دوت المفترض ان انا يكون مجموعه من الناس موجود هم الموجودين النهارده مثلا في المحاضره بتاعت النهارده. فبالتالي هعمل اكسس كنترول الاسماء بتاع فلان 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 هم بس اللي هيخشوا. وهيخشوا ليهم مكان معين، فبالتالي انا عملت اكسس كنترول مش اي حد يخش. نفس الموضوع بيتعمل بسيستمز، يعني في سيستمز بتعمل هذا. اخر حاجه الكلاسيفيكيشن ان انا يكون عندي تصنيف للبيانات. ايه البيانات السريه التي لا يعني ما ينفعش ان انا اخرجها؟ وايه البيانات الغير سريه؟ وايه البيانات البابليك؟ يعني انا النهارده لما بكتب على الويب سايت بتاعي، هل الناس بدات وهي بتكتب على الويب سايت بتاع الشركه اكتب ايه المفروض اكتبه وايه اللي ما اكتبوش؟ ودي مشكله، يعني ان احنا بنلاقي مثلا ناس كاتبين على الويب سايت بتاعهم ان احنا بارتنر لسيسكو وان احنا شغالين بكل الانفراستراكشر بتاعتنا سيسكو وان احنا عندنا الفايرولز بتاعتنا فوق تي جي. فانت سهلت المعلومات، يعني اول مرحله من مراحل الاتاكينج او هاكينج حاجه اسمها الانفورميشن جاذرينج. الراجل ده بيخش يلم بيانات عن الشركه ويقول بمنتهى البساطه
الشركه دي الديفايسز الفاير وولز بتاعتها كذا وكذا وكذا وكذا، وابدا اعمل الكلام دوت في شيت ظريف كده، وابدا ان انا ايه استغل الكلام ده واشوف ايه الثغرات بتاعتي. فانت سهلت عليه الموضوع. الناس بتبقى موجوده على لينكد ان مثلا او على الفيسبوك، تلاقيه مصور الداتا سنتر يعني واخد سيلفي جوه الداتا سنتر. انا كده واقف ما شاء الله، انا كده واقف في الداتا سنتر مصور الفاير وول ورايا. فانا بالتالي لو انا عايز استغل هذا الامر اعمل ايه؟ اشوف خلاص يعني مش هبص على ايه الديفايسز اللي عنده، هبص على نقاط الضعف اللي عنده. دي كارثه. فلازم اعمل كلاسيفيكيشن، ايه اللي المفروض يطلع وايه اللي المفروض ما يطلعش. طبعا اخر حاجه هو جزء الانتجريتي، وهو ان انا مفترض ان انا اتاكد ان البيانات بتاعتي مقبوله في سلامة نقل البيانات ده هيشف. طب المالوير زي ما احنا ضربنا مثال الايميل اللي بيروح من شخص لشخص، مش ممكن انا المالوير ده عباره عن كود بروجرامينج كود بسيط بروح حاطه، فبالتالي وانس ان انا حطيته هيبدا يشتغل عند الشخص اللي بيستقبل الكود ده. فبمنتهى البساطه انا عملت هعمل ايه؟ هروح كاتب الكود دوت، فبالتالي اول لما يروح للشخص ده يشتغل، اخد بقى البيانات بتاعته واخد كل حاجه عن طريق المالوير دوت. طيب المستيكس، هو مش ممكن واحد يعدل في بيانات شركه؟ يعني مثلا عندنا فايل سيرفر عباره عن شركه كل الناس موجود فيه بيانات الشركه والمبيعات بتاعت الشركه والاشخاص دول ساكنين فين وكل الحاجات دي كلها. مش ممكن شخص يخش يعدل باي مستيك يعني بالخطا والبيانات دي تكون غير سليمه بسبب التعديل الخاطئ ده؟ طب ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن هو مفترض ان التعديل ما يكونش عن شخص الشخص نفسه، لازم يكون التعديل عن طريق سيستم، او التعديل يكون فيه باك اب موجود لو حصل ان شخص عدل بالخطا لازم يكون الباك اب دوت اقدر استدعيه في اي وقت. فبالتالي دوت الجزء الخاص بتاع الانتجريتي. طب اعالجه بايه؟ اعالجه لازم يكون فيه هاشنج. يعني ايه هاشنج؟ اي ملف او اي تكست المفروض بيبقى ليه حجم وصيغه وسايز معين يقدر يشتغل بيه. المفترض ان انا عشان انقل الملف دوت لمكان تاني لازم اتاكد من السايز دوت. طبعا احنا عارفين ان الكمبيوتر سيستمز او قبل ما يبقى فيه تكستنج او فيه وورد او فيه الحاجات دي كلها ليها باينري كود، وبعد كده تحولت الى اكس ديسيمال واكس ديسيمال، والاكس ديسيمال ديت بيبقى ليه كود معين. كل الحاجات دي انا المفروض اتاكد بيها عن طريق الهاش، الهاشنج بتاع الفايلز ديت سليم ولا لا. لو انا ما اتاكدتش منه ان هو سليم يبقى انا كده ايه اللي بيحصل؟ يبقى انا عملت حاجه مش سليمه، فبالتالي البيانات دي غير سليمه او ما فيش انتجريتي موجوده. طبعا الاكسس كنترول ده احنا كنا لسه متكلمين عليه في الجزء بتاع الكونفشناليتي. واخر حاجه الديجيتال سيجنتشرز، وديت خاصه بالايميل. يعني انا لما ببعت ميل المفترض ان انا عندي مثلا سيجنتشر معين. انا لو انا رحت مثلا دوكيمنت بسيطه وقلت ان هي هتروح من شركه لشركه، لو اول حاجه ببص على ايه؟ على الامضاء بتاعت الشخص المسؤول، هل هي الامضاء دي سليمه ولا لا؟ في ديجيتال سيجنتشر دلوقتي يا جماعه بتحل محل الجزء الخاص بالايميلز او الجزء الخاص بالامضاء ديت، بتبقى اسمها ديجيتال سيجنتشر. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة أنا لو هبعت ايميل من شركة لشركة المفترض يكون في ديجيتال سيجنتشر للسيرفر اللي موجود دوت، هو اللي بيعمل الكلام ده. أو حتى الويب سيرفر ده بيبقى ليه جزء خاص اسمه سيرتيفيكت، تأكد إن الويب سايت ده فعلا هو الويب سايت اللي أنا بخش عليه بشكل سليم. فده جزء السكيورتي كونسبت أوفر فيو بشكل عام. طيب كل الكلام ده إحنا اتكلمنا في تهديدات. يعني كل اللي إحنا قلناه من شوية اكيد دي التهديدات بتاعتك. طيب التهديدات دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن يبقى اوبريتنج سيستم مثلا زي عندنا هنا اوبريتنج سيستم سيتس. يعني عندنا مثلا ويندوز 2008 فيرجن قديم. الفيرجن القديم ده اكيد كل شويه بقى بشوف بتنزل مجموعه من الباتشز والابديتس، مش هدف الرفاهيه. في بعض الاتاكس بتعتمد على ان مفيش الابديتس موجوده داخل الويندوز دوت او بشكل عام على الويندوز ابجريد نفسه. فبالتالي لما يحصل ان يبقى في ابديت او في
باتش نازل لازم ان انا اتعامل معاه بجديه. ما ينفعش ان في بعض الناس تروح سايبه مثلا ويندوز وتباعها لمده سنه ما فيش ابديتس موجوده عليها تاني مره. ثلاث سنين صرفت في الوزاره من دلوقتي. كارثه. يعني اخر كيس موجوده اللي هي الوانا كراي كان بيعتمد بشكل كامل على اللي هو ده اخر اللي هو سموه باللغه العربيه اللي هو فيروس الفدية اللي هو رانسا وير الفدية كان بيعتمد بشكل كامل على ايه؟ على ان في ابديت ما نزلش على ويندوز 7 ويندوز 8 اللي هو خاص بالاس ام بي. فبالتالي لما واحد بدا ان هو يستغل هذه الثغره كل الناس اللي ما كانوش منزلين ابديتس اللي هو الفيكسنج بتاع الهوت فيكس بتاع مايكروسوفت كل الناس دي سقطت. كل الناس دي حصل لها مشكله وبدات تعاني من موضوع الفيديا والفايلز بقى انكريبتد محدش عارف يفكها. فبالتالي الاوبريتنج سيستم ممكن يبقى فيه بعض المشاكل وتعالج عن طريق الفندر او الشخص او سوري اسف مثلا الفندر زي ماك شوفت زي لينكس زي ماك كل الناس دي بيبداوا يعالجوا الامور عندهم بايه؟ بمجموعه من الابديتس ومجموعه من الالجوريثمز. طبعا في عندنا ما من ذا ميدل اتاك وده من اخطر انواع الاتاكس اللي ممكن تقابلها. ليه؟ كلمه ما من ذا ميدل يعني ايه؟ احط في النص قاعد في النص كده انا بكلم مثلا مهندس محمد مثلا وحضرتك موجود في النص معلش انا اسف انا بدي البيانات ليه؟ هو موجود في النص بيسمع مني ولما محمد بيدي البيانات ليا بيسمع مني وده بنسميه احنا عندنا في الهاكينج اسمه سايلنت هاك. سايلنت هاك الراجل ما بيعملش اي حاجه تضرك يعني انا مش حاسس بيه ولا محمد حاسس بيه. الراجل قاعد بس ايه بياخد بيانات من هنا وبيانات من هنا وبيوصل لو انا بودي له بيانات بيوصلها لمحمد يعني مش بيعمل اي حاجه غير ان هو قاعد بس بياخد البيانات ديت وبعد كده هو عايز يستغلها بشكل كامل سواء في ان هو يخش على اجهزه ثانيه او سيرفرز ثانيه او حتى ان هو ممكن ياخد البيانات دي ويستخلصها ويبدا ان هو يبيعها. فده مان ذا ميدل اتاك بسيط جدا وفي انواع منه. فده تهديد. طب انا ازاي ان انا اعالج التهديد دوت؟ لازم يكون الكونكشن بيني وبين الراجل دوت يكون سكيور بحيث ان هو ما يقدرش يخش في النص ويبدا ان هو يكاتش او يقويس او انترسبت البيانات دي كلها. طيب يا جماعه في ويب سايتس عندنا بتبقى شغاله حاجه اسمها اتش تي تي بي و اتش تي تي بي اس. افتكروا ايه الفرق بين الاثنين؟ اس فور سكيور. الناس اللي بتشتغل باتش تي بي ده انا لو انا بقيت مكان مهندس انور لو هو انا بخش على ويب سايت هو محمد مثلا وانت في النص بمنتهى البساطه في تول ظريفه جدا اسمها واير شارك يمكن في اغلب الناس اللي شغاله في السكيورتي يعرفوها يقدر يشوف كل البيانات اللي بيني. فبالتالي الويب سايت دوت اي بيانات تتحط فيه خلاص بالسلامه يعني. حتى تلاقي في علامه كده اكسبلانيشن مارك موجوده في الويب سايت اللي هو دايما بتبقى موجوده في اتش تي بي يقول لك ايه؟ يقول لك البيانات اللي انت هتحطها في الويب سايت دي مش هتبقى سكيور. فلو بتحط كريدت كارد استعوض عليها ربنا. لو انت بتحط اليوزر نيم والباسورد بتوعك. فبالتالي انا اول حاجه لازم اعملها انا كبرسونال حتى لو انا مش شغال في مجال السكيورتي لو داخل في ويب سايت المفروض ابص على ايه؟ الويب سايت ده اتش تي بي ولا اتش تي بي اس؟ لان هو ده اللي يقدر يخليني اقول والله انا احط البيانات بتاعتي ولا مش هحطها. علشان اتجنب على حته المانجمنت اتاك والسنيفنج. ان انا واحد قاعد في النص وعمال اخد بيانات من كل الناس كده وقاعد فبالتالي ده مش صح. انا كده باخد كل البيانات اللي عند الناس ومحدش حاسس بيا ان انا باخد البيانات دي. العكس ده خطره اكبر من خطر احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو الدينايل اوف سيرفيس ان انا وقع الدنيا. فخلاص الناس دي عشان كده تلاقي الاتاكرز اللي هم بيعملوا حته السنيفنج او الماندر ميدل اتاك هم اعلى نولج من الاتاكرز اللي بيعملوا الجزء الخاص بيه اللي هو الجزء الخاص بيه الدينايل اوف سيرفيس. طب مش في فيزيكال ثريتس؟ احنا لسه مش كنا بنتكلم عن الديزاسترز. مش ممكن يكون في مكان زي ما قلنا الداتا سنتر اللي هي مكان معرض للسيل بشكل كبير يعني كل ممكن يبقى في مكان المكان ده ممكن كل سنه يبقى فيه سيل مثلا زي مواطن زي جده. جده معروف ان هي فضيله حقيقيه في حصل في لندن او سيول كبيره في الفتره اللي فاتت. اه
ان المكان ده بيحصل فيه فرضان او سيل كل سنه. ده المفترض معناه ايه؟ انا المفروض ان انا اعمل احتياطاتي او الووتر فلو الموجود جوه الداتا سنتر والحاجات دي كلها لازم تكون مظبوطه بشكل كامل علشان هدفع مبالغ اكبر، بس في يوم من الايام لما بيحصل سيل انا مش زي ما حضرتك قلت 18% ولا بالظبط احطها في دور عالي ابسط حاجه بالظبط. يعني في حاجات كتير جدا، فبالتالي الفيزيكال فلتس او التهديدات زي الديزاستر او زي اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده لازم توضع في الاعتبار بشكل كبير. يعني كل الناس لما بتحط ايه؟ فكره السايبر سيكيورتي، الاتاكر هيخش عليا ويمتلكش كده يبقى انا كده ايه؟ معرض للتهديد. لا مش بس كده، في يا جماعه ممكن يبقى هيومن واحد شخص جوه المؤسسه يعمل حاجه مش سليمه، ممكن يبقى فيزيكال او ديزاستر موجوده لازم ان انا اراعيها. فالحاجات دي كلها توضع في الاعتبار، وهنتكلم بعد كده على التوب 10 ثريتس في السلايدز الجايه ان شاء الله. طبعا الدينايل اوف سيرفيس اتكلمنا عليه، ازاي توقع الدنيا من غير ما حد يعني انا مش فارق معايا، فبالتالي هوقع الدنيا وخلاص انا كده ضربتهم في الافيلابيلتي. هتفرق لو موقع تبعي يعني دي حاجه زي سوق كول موديل؟ لا مش هتفرق، انا معايا هوقعها، مش هبقى عندي خبره كبيره بس هوقعها وخلاص واطلع. هتفرق في ايه؟ طبعا في الافيلابيلتي ده ركن رهيب. يعني انت زي ما انت قلت سوق دوت كوم لو النهارده السيرفر بتاعها وقع وانت داخل تعمل تشتري مثلا حاجه من سوق دوت كوم ولقيت الويب سايت بتاعهم وقع، سمعت بفلوس ولا لا؟ سمعت بمبالغ نقديه ولا لا؟ فدي طبعا الجزء الخاص بالثريتس او السكيورتي ثريتس. تعالوا نشوف مع بعض التقسيمه بقى الفعليه للتهديدات. اول تهديد هو الفيزيكال، يعني حاجه مهمه جدا. الفيزيكال ده معناه بس مجموعة من الحاجات اللي هي انت بتشوفها بعينيك. يعني لو النهارده في اسف الله صحرامي او راجل داخل ده سنتر بتاعتك وخد مجموعة من الهاردس او الـ مثلا السيرفرز بتاعتك، هو دوت مش فيزيكال؟ ده شخص قدامي فعلا حقيقي يسرق حاجه من عندي، او ان يكون مثلا واحد داخل يخرب. ده نوع من انواع الثريتس او نوع من انواع التهديد وهو الفيزيكال. الناتشرال زي ما اتكلمنا من شويه اللي هو الايرثكويكس او الفيضانات او كل الحاجات دي عباره عن حاجات ناتشرال. هيومن هنا في جزء كبير جدا بيبقى موجود اللي هو الهاكرز، بيبقى في واحد هاكر بيبدا ان هو يعمل يعني تهديد ليك، فلازم انت تكون مظبط امورك داخل المؤسسه لمجموعه من الخطوات او السكيورتي ليرنج اللي لو انت الهاكر عدى جزء يبقى هيلاقي جزء ثاني، هيلاقي جزء ثالث رابع لغايه لما يوصل للحاجه اللي هو عايزها. فبالتالي لما تصعبها عليه هيبقى صعب ان هو يوصل لهذا الشكل. طبعا في عندنا هو الجزء الخاص بالسوشيال انجينيرنج، وده علم كبير جدا اللي هو الهندسه الاجتماعيه. ازاي ان انا كشخص داخل مؤسسه اعمل سوشيال انجينيرنج، فبالتالي ما يحصلش مثلا حد مننا قبل كده لقى ان الفيسبوك مثلا بتاع حد واحد بيبعت له لينك كده ظريف يقوم داخل عليه تاني يوم الفيسبوك بتاعه يتقفل. هو كده عمل حاجه اسمها سوشيال انجينيرنج، هندسه اجتماعيه. حد يروح باعت لك ايميل، الايميل دوت موجود فيه لينك صغير كده، اللينك دوت وانس ان انت دوست عليه لقيت ان في مثلا الايميل بتاعك اتقفل او الايميل بتاعك حصل له مشكله ما كانتش تقدر تاكسس عليه. في طبعا حاجات اكبر من كده بكتير، يعني انا ممكن اكون باعت ملف مثلا لمجموعه من يعني شركه كامله، مجموعه من الاشخاص داخل الشركه دي تبقى في الملف دوت حاجه تعمل تصنت على كل الشركه، فبالتالي كل حاجه بتتعمل في الشركه بتبقى موجوده عن طريق سيرفر انا بعمله، ببدا ان انا اخد كل البيانات دي واخد عليه. فبالتالي دوت حاجه اسمها سوشيال انجينيرنج، ان انا بلعب على الاشخاص او مش بلعب على الديفايسز. يعني انا بدرس الشخصيه مثلا اللي قدامي، الشخص ده بيحب التعارف بشكل كبير على الفيسبوك،
هبعت له ريكويستس مثلا على الفيسبوك، فبالتالي عن طريقه اقدر اوصل للجهاز بتاعه. الشخص ده بيحب مثلا الكتب، فاروح باعت له كتاب على ان هو كتاب سليم ومفيش اي مشاكل فيه. وانس انه فتح الكتاب ده هيرن معاه حاجه تانية او هيشكل معاه حاجه تانية تعتبر مالوير او فيروس، فبالتالي اقدر استفيد من الشخص ده اللي بيحب الكتاب ان انا ايه لعبت على نقطه ضعف ان هو بيحب الكتب مثلا، فبالتالي هوصل لحته السوشيال انجينيرنج. طبعا بعد كده في حته الانسايد ريفرنس دي اتكلمنا عليها من شويه. هو مش ممكن موظف داخل المؤسسه ويبدا ان هو يطلع بيانات سواء عن طريق ان هو فعلا عارف البيانات المفروض يطلعها، فبالتالي هو متعمد لهذا الشكل، او ان هو شخص عامل مثلا عنده مشكله فبالتالي بيطلعها بدون علم، يعني بيطلع البيانات دي بدون ما يكون في علم عنده ان هو المفروض يطلعها. طبعا في عندنا جزء مهم جدا وهو النتورك، يعني ان انا مثلا عندي تهديد من داخل النتورك بتاعتي. وانا لو النهارده لو كور سويتش مثلا حد هنا نتورك باك جراوند، يعني لو انا قلت مثلا كور سويتش وقع في شركه، الشركه كده راحت فين؟ خلاص احنا بنحكي الاكتيف دايركتوري اوثنتيكيشن بتاع كل الباور بتاع الشركه. احنا بنتكلم في جزء ان هقول مثلا كور سويتش بتاعنا وقع، حصل فيه كده مشكله. ايه المشكله؟ كبيره جدا ان هو نتورك. طب انا لو انا افترضت ان انا بعمل الكلام ده عن طريق دوس اتاك اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو الدينايل اوف سيرفيسز، يبقى انا بالتالي بوقع الكور سويتش، فبالتالي بوقع الشركه دي كلها. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها. في جزء كمان اللي هو الام اي تي ام اللي هو مان ان ذا ميدل اتاك، ان انا بمنتهى البساطه هبقى قاعد موجود عن طريق النتورك، تهديد عن طريق النتورك عن طريق شخص بيبقى قاعد شايف كل الاكتيفيتي بتاعت النتورك، كل حاجه في النتورك. في حاجات تانية طبعا خاصة بالهوستس والابلكيشن زي المالويرز وزي الباسوردز اللي عندي، او زي مثلا ان انا هو مثلا لو انا بعمل برنامج يشغل البرنامج دوت مش معروف المنتج نفسه شغال بأنهي كيفية، مش ممكن اسيب ثغرات فيه. حتى بالخطأ الديفلوبرز يا جماعة عندهم حتة الايه؟ ان هو بيركز على الفانكشنال، يعني البرنامج ده هيأدي المهمة اللي عايزها او البيزنس اللي هو عايزها، ومش فارق مع حته السكيورتي قوي. هتلاقيه لما بيركز على حته الايه؟ الفانكشن او البيزنس كونتينيتي او البيزنس بلان. انا الراجل ده بركز عليه، واول لما بركز عليها انا خلاص مش حته السكيورتي هيبقى ليها ناس. فمش ممكن بخطا او بوجود مش سليم او بباك دور حد يخش لي عن طريق سيكوال انجكشن. ده من اخطاء كبيره جدا، ان ازاي ان انا اعمل حاجه اسمها انبوت فاليديشن. سيكوال انجكشن اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو ان انت دلوقتي اي ويب سايت بيبقى وراه قاعده بيانات، لو انا اخترعت قاعده البيانات دي مش ممكن اخد كل اللي عند الشركه دي من كريدت كاردز، من اسماء اليوزر نيم والباسورد، من الفيسبوك اكونتس، من كل حاجه. عن طريق ايه؟ ان الديفلوبر هو بيعمل سيكوال او اس كيو ال انجكشن سيكوال سيرفر او قاعده البيانات بتاعته، ما طبقتش حاجه اسمها انبوت فاليديشن، ان مش اي حد يحط كود جوه الويب سايت بتاعي. المفروض ان انا بكتب يوزر نيم مثلا، هل يوزر نيم ده المفروض يكون فيه سيمي كول او يكون فيه كومنتس اللي هو الداشز؟ الحاجات دي المفروض تبقى ممنوعه. اي انبوت فورم، اي انبوت لازم يكون فيه انبوت فاليديشن، ان انا اتاكد البيانات اللي داخله بيانات خاليه من اي حاجه ليها علاقه بالكودينج. تمام؟ طب ما تيجي نبص مع بعض ايه التوب 10 ثريتس. ايه التوب 10؟ يعني انا النهارده لو في الشركه عندي وعايز اعمل تصنيف لكل التهديدات الموجوده اللي ممكن تاثر عليا في الشركه. التوب 10 ثريتس دي بتبقى دايما بيعملها الناس اللي بتعمل ستاندرز زي ايزو، زي طبعا لو انا شغال في بنك هيبقى بي سي اي دي اس اس، لو انا شغال في جفرمنت في حاجه اسمها شركه اسمها الناس او كوميون اسمها نت الناس، كل الناس دي بتعمل مجموعه من الستاندرز اللي تخليني اشوف ايه التوب 10 ثريتس. اول حاجه عندي السايبر اتاكس. طبيعي اول حاجه ببص عليها ان ممكن حد يعمل لي اتاكينج عن طريق دخول الانترنت، عن طريق فايلز انزلها عن طريق الموظفين، عن طريق ان حد بيعمل سكاننج على المؤسسه بتاعتي ويبدا يعرف الثغرات اللي فيها او الفانابيلتيز اللي فيها ويبدا ان هو ايه
يستغل هذه الثغرات او الحاجات اللي فيها نقطه ضعف او حاجه زي كده. طب تاني حاجه داتا بريتش او تسريب بيانات، هو السايبر اتاك غير الداتا بريتش يعني، او تسريب البيانات غير السايبر اتاك؟ تسريب البيانات ممكن يكون عن طريق موظف داخل المؤسسه، ده اللي احنا اتكلمنا عليه من دقايق، ان بمنتهى البساطه ممكن يكون موظف داخل المؤسسه عنده مشكله مع مديره، مش ممكن ديت لو حد ضعيف شخصيه ممكن يبقى يطلع البيانات كلها بتاعت الشركه، وارد ولا مش وارد؟ طيب موظف غير راضي عن وضعه، مش ممكن يطلع البيانات بتاعت الشركه؟ يلا مشكلة. ده كل حاجة تخطط. كل دوت ممكن يعمله موظف، فبالتالي يعمل داتا بريتش. طب مش ممكن يكون ان الشخص دوت طلع البيانات بدون العلم ان البيانات دي سرية؟ نرجع لايه؟ هل نرجع لخطأ هو؟ خطأ الشركة ان هي لم تنفذ سياسة الكلاسيفيكيشن، او ان هي تصنف البيانات اللي عندها، فبتقول للموظف يا موظف البيانات دي سري للغايه. دايما كنا نشوفها حتى في الافلام تلاقي ايه؟ سري للغايه. لا يا جماعه تصنيف، يعني في تصنيف جفرمنتال وفي تصنيف بزنس او برايفت سيكتور، يقول لك ان في عندك الهرم بتاعك في توب سيكريت، سيكريت، بابليك، كونفدينشال، كل الحاجات دي تصنيفات بيزد على المؤسسه او الشركه نفسها تنتمي لانهي جزء، هل هي مؤسسه حكوميه؟ هل هي مؤسسه خاصه؟ كل الحاجات دي كلها لها تصنيفات، فما ينفعش احاسب الموظف اللي عندي انه خرج بيانات لان انا مش مصنف اصلا. بالتالي اول حاجه لازم ابص عليها ايه داخل المؤسسه؟ الكلاسيفيكيشنز. لازم ابدا اعمل كلاسيفايد لكل الداتا اللي عندي. Unplanned IT and Telecom outages. دي هتأثر في ايه؟ في الثلاث حاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، في الافاليديتي والكونفشناليتي والانتجريتي. ان لو في اوتج بيحصل مثلا شركه اس تي سي وقعت. فين؟ الافاليديتي بالظبط، انا وعلي. يبقى احنا كده ديت يعني ثالث اكتر 10 انواع من التهديدات هي ايه؟ الانبلاند اوتج، ان في شركات انترنت مثلا بروفايدر بتوعك او سيرفرز بتوعك او باور بيوعك، كل الحاجات دي بلاند اوتج، تمام؟ طب السكيورتي انسيدنت، ايه الفرق بين السكيورتي انسيدنت والسايبر اتاك؟ السكيورتي انسيدنت بمنتهى البساطه يعني انا في مالوير موجود عندي على الجهاز، مش حد مستهدف المؤسسه بشكل كامل، يعني هو مش جاي لسي مثلا، معلش انا هعطي المثال ده بقى جمعيه المهندسين المصريين، الراجل حاطط فيروس على المستهدف الجمعيه نفسها، وحاطط مثلا فيروس في الاجهزه بتاعتها، فده اوريدي عامل ايه؟ سايبر اتاك. لكن سكيورتي انسيدنت ان هو بمنتهى البساطه موظف نزل مالوير عنده في الجهاز، ايه اللي حصل؟ سكيورتي بقى في حاجه فيها مشكله، والسكيورتي انسيدنت ممكن تكون مؤثره على مين؟ على الشركه بشكل كامل. طبعا ممكن يكون السكيورتي انسيدنت ممكن يكون فيزيكال سكيورتي انسيدنت، يعني ايه؟ يعني شخص غير مخول ليه ان هو يخش الداتا سنتر دخل وخد حاجه وطلع. دي فيزيكال سكيورتي انسيدنت. ابسط مثال الفايروول الفايروول برضه انسيدنت، ان لو واحد ازاي عمل يعني عمل حاجه خلى الفايروول فعلا يقع، الا اذا كان لو هو مش مستهدفه فيبقى ناحيه السكيورتي انسيدنت. طب هو لو هو مستهدفه يبقى سايبر اتاك، تمام؟ طبعا ادفيرس ويذر، ان مثلا سيول، حاجات بقى برضه الحاجات دي طبعا. انتربشن اور يوتيلتي سبلاي، مش ممكن يكون النهارده السنه ستورج بتاعتي في شورتج، السنه ستورج اللي هي مساحه تخزينيه بحطها عندي في الشركه فيها مجموعه من الديسكات، الديسكات دي خلاص على وشك ان هي تخلص، فطلبت مثلا من البروفايدر او حاجه زي كده ان هو يزود الديسكات دي، ما جابليش في الوقت المناسب، مش ممكن يحصل تهديد ان المؤسسه كلها تقع بسبب هذا الامر. فده نظرا لايه؟ انتربشن ان يوتيليتي سبلاي، مفيش حاجه بعد في الوقت المناسب ليه. Act of terrorism يعني عمليات ارهابيه بقى او حاجه زي كده. Supply chain distribution نفس الكيس بتاعت السبلاي برضه. Availability of talents or case kits، مش ممكن يكون التهديد ان الموظف مش talented او مش بيأدي
الجوب ديسكريبشن هو مطلوب منه بشكل كامل. يعني الشخص مش يعني مثلا لو احنا الناس اللي بتشتغل في انفورميشن سكيورتي، لو هو مش انفورميشن سكيورتي ويل نو، يعني الراجل ده فعلا عنده قوه في المجال بتاعه، كوارث بقى، كوارث هتحصل وراه. فطبعا ده بسبب ان هو مفيش سكيلز موجوده عند الشخص اللي موجود فيه. نيو لوز او ريجوليشن، ودي بتيجي بتصب في مساله الكومبلاينس او اللوز. هو انا مش ممكن في بعض الاماكن بيبقى الفيسبوك ممنوع مثلا زي الصين مثلا، طب لو حد الكوميرش او التجاره بتاعته او البيزنس بتاعه معتمد على السوشيال ميديا، هل ده مش هيبقى تهديد لي ان هو ممكن ياثر على الشغل بتاعه؟ فاذا اللوز او ريجوليشن ممكن تاثر بشكل جامد. اللو هو اللي منع الفيسبوك، فبالتالي اثر في ايه؟ اثر في ريجوليشن، اثر في البيزنس بتاعي وسبب تهديد داخل المؤسسه. تمام؟ طيب هم قالوا يا جماعه عشان نعرف بقى التهديدات دي في المؤسسه عندي او في الشركه بتاعتي لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ليها شكل من التعريف او الطريقه الخليجي امنع التهديد دوت بان انا ابلاي حاجه اسمها كنترول او كاونتر ميجر. يعني هعمل حل عشان ابعد التهديد ده وما ياثرش عليا. فقالوا يا جماعه طب ما نعمل حاجه اسمها ثريت موديل. يعني انا بمنتهى البساطه هبدا اعمل موديل كده من خلاله اقدر اعرف ايه الثريت اللي عندي وايه الحل بتاعه. قال لك بمنتهى البساطه خمس خطوات هتقدر من خلالها تحل المشكله دي. اول خطوه ان انا ادنفاي ايه انا عايز السكيورتي ايه. تعالوا ناخد الحته دي بشكل عام. بشكل عام ايه؟ المكان اللي احنا عليه. السكيورتي اوبجكت ان انا محدش يخش داخل الشقه بتاعت الجمعيه من غير ما يكون مسموح ويدخل. فبالتالي ده السكيورتي اوبجكت، ان انا عندي مشكله ان انا مش عايز ادخل اي حد عشان ما ياخدش مثلا البروجيكتور، ما ياخدش السكرين، ما ياخدش. طب انا كده عملت سكيورتي اوبجكت. تاني حاجه ان انا اعمل ابلكيشن اوفر فيو. يعني ايه؟ يعني انا بمنتهى البساطه هقول والله ده انا عندي هنا مجموعه من الدورات بيتم تنظيمها، فبالتالي في ناس بتخش، الاوقات بتاعه الدخول من كذا لكذا، فبالتالي كل الحاجات دي بتقول ان انا عندي مجموعه من الاوفر فيو فلوز او كومبوننتس عندي داخل الجمعيه. عندي بروجيكتورز، عندي شاشات، عندي تصوير، في مجموعه من الموظفين اسمائهم كذا وكذا، كل ده هو الاوفر فيو. اخش ايه اكتر وادي كومبوز الابلكيشن. يعني ايه دي كومبوز؟ همسك بقى ايه الدورات اللي هتم تنظيمها؟ ايه الوقت بتاعها؟ ايه الاشخاص اللي هم المفروض بيكونوا موجودين بصفه مستمره؟ كم واحد معاه مفتاح الشقه او المكان اللي فيه الجمعيه؟ فانا كده عملت تحديد بشكل كامل لكل الكلام ده. رابع حاجه احدد بقى التهديدات. المفتاح نسخه واحده، فبالتالي لو النسخه دي ضاعت خلاص عرفت كده ان انا المشكله عندي منين، ان انا ممكن ما افتحش اليوم ده خالص. الاشخاص اللي موجودين ما فيش مثلا حضور انصراف، ما فيش فينجر برنت مثلا، ما فيش يوزر نيم وباسورد للاجهزه. فانا عرفت كده التهديدات ديت هتسبب ان ممكن حد يقول ايه ايه يعني يخش. طبعا ما فيش فينجر برنت فاي حد هيخش، ما فيش مثلا يوزر نيم وباسورد للاجهزه فاي حد يقدر يفتح الاجهزه. المكان الاماكن اللي فيها البروجيكتورز والسكرينز والحاجات دي مش مقفوله، فبتلاقي حد ممكن يخش ويطلع ياخد الايه؟ البروجيكتورز دول. اخر حاجه طب انا بقى احدد نقاط الضعف اللي سببت التهديدات دي اللي هي الفلنربيلتيز. انا بمنتهى البساطه اروح قايل ايه؟ طب خلاص نقطه الضعف الاولى ان في نسخه واحده من المفتاح. لا يبقى انا مفترض يبقى في نسختين مع شخصين معروفين، وما ينفعش ان حد منهم يستخدم النسخه الثانيه الا لما الثاني يبلغ ان هو مثلا مش هيبقى موجود في المكان اللي هو دوت. فانا كده حليت فلنربيلتي معينه. مثلا الدخول يبقى بوقت معين والخروج بشكل معين، فبالتالي انا عالجت وادريفايد الفلنربيلتي اللي عندي وابدا ان انا احدد الفلنربيلتيز دي. طب احنا قلنا من شويه ان اخطر انواع، تعال بقى نرجع بقى احنا عملنا حته سكيورتي ايه؟ على شكل وصف. على فكره السكيورتي اذا كونسبت، يعني ممكن في حياتك انت الشخصيه
تبدا تحدد السكيورتي او المخاطر اللي عندك او الاسف الامن عندك والمخاطر بتاعتك تبانيشها ازاي. فاللي احنا بنعمله ده من جزء من السكيورتي، ان جزء كبير جدا من السكيورتي اللي هو الفيزيكال سكيورتي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه شويه، وده اللي فعلا بنعمله لما بنيجي مثلا لحد الداتا سنتر مين اللي يخشها ومين اللي ما يخشهاش، لازم يكون اتعامل البلان دي. بس احنا قلنا من شويه ان السايبر اتاكس هي رقم واحد في التوب ثريتس، صح؟ طب مين اللي بيعمل السايبر اتاكس؟ مين اللي بينفذ السايبر اتاكس؟ هاكرز، صح؟ طب ما تيجي نشوف مع بعض انواع الهاكرز، عشان كلمه هاكرز دي بقت كلمه بقت مطاطيه شويه، يعني كل الناس متخيله ان الهاكرز ده وحش ولا هي وحش؟ طب الوحش ينفع ايه؟ الشيطان ما ينفعش. حسب هيستخدمك فيه. ماشي، طب احنا نقول كلمه هاكرز. الهاكرز دوت حلو ولا وحش؟ اللي شايف ان هو حلو يرفع ايده. بس. طب اللي شايف ان هو وحش؟ حلو ولا وحش؟ طيب هو كلمه هاكرز دي كلمه عامه. يعني ما ينفعش نقولها اذا كان حلو ولا وحش. الهاكرز ليه كلاسز، يعني ليه مجموعه من التصنيفات. الهاكر ممكن يكون بلاك هات. بلاك هات يعني لما اسمع كلمه بلاك هات هاكر يبقى دوت فعلا زي ما انت قلت تصنيف ان هو شخص مش كويس. ليه؟ لو بيستخدم علمه وبيستخدم خبرته وبيستخدم كل الامكانيات اللي عنده في ان هو ينفذ مجموعه من التاكس او الهجمات بهدف حاجه من الاثنين، يا اما فلوس، يعني هو عايز ياخد فلوس، او بسبب فخر ان هو يبقى عنده كده ايه؟ ده انا عملت هاكينج على كذا. فده البلاك هات. فده هيبقى تصنيفه ايه؟ وحش. الوايت هات ده راجل طيب، راجل ايثيكال هاكر، الراجل ده بمنتهى البساطه بيعرف الحاجات اللي هي مش كويسه او البلاك هات علشان يحد منها. يبقى موجود علشان في شركات بتعين وايت هاكرز عندها علشان يبدا ان هو يبقى عارف لو حصل شكل معين من الاتاك مثلا في جهاز العداد بتاعه، مثلا تلاقي في بوك كبير جدا، كان مثلا مثال صغير جدا يعني، فالراجل ده عارف ان ده ممكن يكون فيروس او مالوير او حد بيستخدم الجهاز دوت وانت مش عارف، فده وايت هاكرز. فدوت بيبقى حتى احنا بنسميه ايثيكال هاكر، هو راجل يبقى هاكر اخلاقي، ما بقاش راجل عنده اي ما بيستخدمش علمه ده في اي حاجه تضر الانسان او الشركات او هو نفسه بنتستر. وهو نفسه بنتستر بالظبط، يعني بنتستر بيكون وايت هاكر مؤهل انه يعمل نظر يعني حته الاختراق او اختبار الاختراق داخل المؤسسه، لكن البنتستنج كبنتستنج بس ده بيبقى وظيفه او شكل واللي بيعملها وايت هاكر. يعني لو احنا قلنا بين تيستر ممكن بين تيستر دوت يكون شخص وايت او شخص جراي، ممكن يكون شخص موجود عشان خاطر يعمل اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي هو الجراي ده، ايه راجل ربنا داب عليه وبيستخدم علمه نفسه ضعيفه احيانا، بس نفسه ضعيفه بالظبط فاكر فتلاقيه هو ايه يوم يبقى بلاك ويوم يبقى وايت. فهو حسب الدنيا ماشيه معاه ازاي. هو النهارده مفلس فكده ايه؟ هو ما تابش عليه. وما بيشتغلش. اللي بيستخدمه بيدفعله عشان يشتغل على زوايا الكاميرا يشتغل. يروح يخترق ويقول وقت السفر. واحد تاني يقول له وقت الفلوس دي يروح يخترق المكان ده فين؟ دخلنا كده في حته ثانيه هو فين؟ السكيل سبونسر. لكن هو الجراي هاكر في بعض الاحيان بيكون اوريدي عنده الخلفيه ان هو كان شغال بلاك هاكر بس قال لا انا خلاص انا مش هشتغل بلاك هاكر تاني يا جماعه، هشتغل وايت هاكر بحيث ان هو يساعد الشركات زي ما انت. بس في بعض الاحيان بيكون استخدامه استخدام غير محله، فبيوصل ان هو يدفع له ويعمل حاجه مش سليمه. فهو الراجل ماشي حسب ايه؟ جيبه ما تحط فيه فلوس خلاص. بس كتير من الاحيان الجراي هاكرز بيبقوا مطلوبين ليه؟ لان هم بمنتهى البساطه بيكون عندهم ليتست ابديت عن البلاك هاكرز. الوايت هاكر دايما بيبقى معزول شويه عن البلاك هاكرز، يعني الوايت هاكر بيبقى خلاص هو راجل من اول حياته قاعد فما بيبقاش عنده ابديتس دايما عن التكنولوجيز، فتلاقي الجراي هاكر ده موجود
ومعروف وبيوصلوا له علشان هو اوريدي عارف ازاي الكاميرا بتعمل اي حاجه ايه. بس عنده وقت يستصبر على ان هو هايت بالظبط. ده جزء اللي هو طبعا الاورينت والديب ويب والحاجات دي كلها. بس ده يعني موضوع كتير قوي ممكن نقعد فيه يومين يا خلاصنا. السوسايت هاكرز كلمه سوسايت يعني بحاله. الراجل ده بمنتهى البساطه هتلاقيه بيشتغل على حته الفيزيكال سكيورتي. يعني انت هتروح قايله بقول لك ايه الداتا سنتر دي لو دخلتها هتاخد كذا. هو يروح داخل بقى عارف نوع هيكتب عليه جوه. بس هو سوسايت هاكرز هيخش يضرب الفلاشه ويطلع طلع طلع ما طلعش خلاص. مفاجأة. هو سوسايت هو الراجل ده انتحار. يعني بمنتهى البساطه لو انت اديت له مهمه المهمه دي هيعملها هيعرف ان هو هيطلع عليه يا هتيجي يا مش هتيجي خلاص. ومبقاش عنده النولج او السكيلز بتاعت الراجل ده. خانق ده خانق دايما بيبقى مخفي ما بيعملش اي حاجه. لو شايف نسبه 1% ممكن يقدر مش هينفذ العمليه دي. لكن السوسايت ده انت ممكن تديله اي حاجه ويروح. ماشي مظبوط قاعده مظبوط قاعده مظبوط قاعده. لا ده حد تاني اسمه ايه هو؟ سايبر تيرست. هذا كاميكازي. ها؟ كاميكازي اللي عارف انه عارف انه بالظبط. طيب السكريبت كيدز ده منتشر بشكل كبير جدا ويعني من اكثر الانواع اللي معاها الهاكرز بتضر نفسه قبل ما يضر المؤسسات. السكريبت كيدز شخص بيجرب كل حاجه. النهارده نزل مثلا حاجه جديده على حاجه اسمها لينكس كالي. ده اكثر اشهر توزيع لينكس الناس بتشتغل عليه كهاكرز او بلاك هاكرز او وايت هاكرز. نزل تول جديده يقوم مجربها على السيرفر مثلا بتاع فتره الله يعني وزاره الداخليه. هو كده ضر مين؟ ضر نفسه لان هو ما عندوش ايه الخلفيه هيحصل ايه. فدايما سكريبت كيدز دول بيبقوا ايه؟ بيبقى مثلا عنده 16 ل 30 سنه ومش عارف الحاجه دي ضررها ايه؟ فايه اللي بيحصل؟ تاني يوم بتلاقيه مقبوض عليه. وبيتصنف ان هو سكريبت كيدي وفي بره بيكون ليهم تعامل معين ان هو ما بيحبسوش او بيسجنه او حاجه زي كده. يبعدوا عن الكمبيوتر لمده معينه 5 سنين 6 سنين ما يستخدمش اي كمبيوتر في اي حته. فدوت السكريبت كده. السايبر تيرورست بقى اللي احنا لسه كنت انت بتتكلم عليه ان هو بيعمل الاتاكس بتاعته او الهاكينج بتاعه في سبيل هو في مفهومه حاجه دينيه او عقائديه او فكريه هو بيعملها بدون ما ياخد اي مبالغ. بس بيعملها عشان هو شايف ان الصح هو ده. فطبعا دوت بيكون ارهابي الكتروني زي ما بيقولوا. ستيت سبونسرد هاكرز ده دول كتير جدا بدات تلجا ليه. ده اللي انا بقول لك عليه بقى هو ايه؟ الراجل دوت انا كدوله او كشركه كبيره زي مايكروسوفت زي تبدا ان هي تستقطبه وهي عارفه ان الراجل ده فعلا بلاك هاكر. هستقطبك واعمل جيش الكتروني. الجيش دوت بمنتهى البساطه هدي لك مقابل ان انت تحميني او تنفذ عمليات الكترونيه على دول او شركات منافسه. فده ستيت سبونسرد هاكرز. مستصعب الاصطلاحات بتاعت العربيه يعني جميله جدا. فعلا هو منتصب. هو بياخد فلوس ممكن يكون من جنسيه مختلفه. يعني ممكن يكون مثلا انا روسي وبشتغل مع امريكي. انا هاكر روسي بس بشتغل مع امريكي عشان ما بيدوني فلوس خلاص. فهو بالتالي ستيت سبونسر هاكرز. اخر واحد ده بقى الاكتيفست. ودول زي مثلا انيمس. حد سمع عن انيمس؟ انيمس دول بيقوموا بعمليات على الفضاء الالكتروني او السايبر اتاكس. يعمل ايه؟ ان هو يبدا يقول والله انا بما ان انا شايف ان في راس ماليه متوحشه في العالم فبالتالي انا ههاجم الشركات اللي بتعمل الراسماليه دي زي مايكروسوفت زي جوجل زي بهاجم الحاجات اللي هي عكس فكر اللي هو الراسماليه او غيره. ببدا ان انا اقول والله انا عايز انشر السلام بين الناس فهاتاك السي اي اي بتاع الولايات المتحده. فدول بيبقوا دماغهم حته ثانيه معينه على عكس السايبر تيرورز. فدول بمنتهى البساطه تصنيف الهاكرز. علشان لما يجي حد يقول لك الشخص ده هاكر مش لازم ابدي اخد امبريشن عنه ان هو حاجه وحشه. ممكن يكون وايت هاكر ممكن يكون جري هاكر ممكن يكون
فبالتالي لازم اصنف ده بلاك ولا وايت ولا سبونسر ولا سبريد كيلي ولا ايه بالظبط. عمليه الهاكينج بقى نفسها دي فيه جزء كبير بقى اللي هو انا هعمل بلاك بوكس هاكينج لحاجه وان انا اعمل وايت بوكس هاكينج لحاجه. يعني انا بلاك بوكس ده انا ايه مش عارف اي معلومه عن الشركه دي او الوزاره دي او الهيئه دي. انا الراجل جاي بين تيستر هيقولوا لي بعد اذنك انت راجل شغال بين تيستر او هاكر او وايت هاكر عايزينك تعمل لنا بين تيستنج على الهيئه دي كلها. دي اول حاجه خلاص. فبمنتهى البساطة أنا مش هديك أي معلومات. المعلومة الوحيدة هي اسم الشركة واسم الهيئة واسم المؤسسة. بالظبط أول حاجة هعملها انفورميشن جاذرنج إن أنا أروح جاي الويب سايت فده اسمه بلاك بوكس. طب وايت بوكس؟ لا أنا هديك كل البيانات كلها، هديك الأي بيز وهديك الانفراستراكشر موجودة فين والداتا سنتر فين. ده فعال يعني ده في شركات بتفضل الوايت ليه؟ لأن هو مش هياخد وقت في ان هو يعرف حاجات. وفي شركات تقول لك لا انا عايز اعمل نفس السيموليشن ان فعلا هاكر هيخش على المؤسسه بتاعتي فمبقاش عارف اي معلومات. ان في يعني في طبعا استراتيجي اللي هي السكيورتي فيا اوبسكيورتي اللي هو ان انا ما حدش يكون عارف اي معلومات عني. فده من انواع السكيورتي ان انا ازاي ان انا اخفي المعلومات بتاعتي على الفضاء الالكتروني او الانترنت. فبالتالي أبقى انا عملت اول جزء من السكيورتي. فهو يجيب واحد بقى وايت هاكر ده اللي هو حلو يعني مش وحش السكيورتي ويروح يقول له بعد اذنك اعرف كل المعلومات اللي هو تعرف قول لي انفذ اي حاجه بس قول لي طبعا قد ايه قبل ما تنفذ اي حاجه قول لي الثغرات اللي عندي بعد كده انفذ ده هو عايز ينفذ ده هو حابب ينفذ. تمام؟ طيب ده الجزء الخاص بالهاكينج والهاكرز. نصلي بقى بعد اذنكم ونرجع تاني ربع ساعه ربع ساعه ان شاء الله ربع ساعة شوية.